في وسط الضجيج، أمشي، أركض، أعدو، ألمح شيئا. هل يمكن أن يكون حقيقيا؟ أتفاجأ، أتألم، أصرخ، لم أعد أحتمل. هل يسمع صوتي أحد؟ أعود إلى الوراء، أبحث عن شيء في داخلي. أتذكر وأقول لنفسي، أي تاريخ أكتب؟ وهل هو مجرد ذاكرة؟ هل خانتني الصورة؟ ولكن هي رحلة سوف أقوم بها من جديد. الصورة الفوتوغرافية في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية.